وقع واحد الصداع يعني مهول. انا صراحه شحال يعني تصورت انه زلزال. ملي خرج كنلقى هذا لاغري ميل على العماره متضرره، يعني ثلاثه ديال الطبقات. هذا ضرر فادح اللي ملحوظ للعيان، يعني الترعه في الكوزينه ديال الاصحاب ديال ديك الشقق. السطح كله مهدوم، لا بوتر ديال لي زابارتمون طايحه. السكان عنده مطلب اساسي هو ان هاد لاغري ما تحيدش تيكون عندنا الراي ديال الولايه. ودابا الناس ديالنا مشاو تلاقاو مع الوالي واتصلت بهم، قالوا لي بان التعليمات ديال السيد الوالي ان لاغري ما تحيدش، لي تكنيسيان يفسخوها وتبقى في المكان ديالها. وسيد الوالي عطانا الضمانات الكامله انه مع السكينه ومع جميع الحقوق ديالهم مع المتضررين. دابا الى تحيدت هاد لابوت، حنا هاد لاغري حنا ما شكون اللي كيضمن ان العماره تهبط؟ يعني لو بوا ديال لاغري يعني بحد ذاتها هي مكالية العماره. يعني الى تحيدت ما كنعرفوش، ما عندناش شي واحد اللي كيضمن بان هاد لاغري الى تحيدت ما غيكون حتى شي ضرر على السكينه ديال العماره. ولهذا حنايا الطلب ديالنا ان هاد الليله هادي بعد الناس اصلا ما يقدروش ينعسوا في الديور ديالهم، خصنا الايواء يعني مستعجل هاد الليله هادي بعد ريت ما نشوفوا شنو غنعملوا غدا. زائد ان هاد لاغري ما خصهاش يتحيد، تيجينا التقرير ديال ال بي 2 او والضمانات ديال الولي اصلا قلت لك هي تعطاتنا وشكرا. كاين بعض القنوات كيقولوا بان الضحى العماره 10 اللي وقع فيها الحادث ديال انهيار واحد الرافعه على العماره، على ان ديك السكان حاليا عطاوهم في الايواء. حنا كنشوفوا النتيجه ديال الايواء. ها السيده جالسه في الزنقه، ها اخرى جالسه في الزنقه، ها السكان كلهم جالسين في الزنقه، لا ايواء لا ماكله لا شرب. وحنايا كنطالبوا بالتقرير واش غيزولوا لنا هذه الرافعه من هنا، وحنا معارضين على انهم يزولوا الرافعه حتى نشوفوا التقرير ديال الوالي. الوالي والناس المختصه في هادشي هذا هما اللي غيقولوا هاد الرافعه، ماشي خصهم يزربوا علينا. اذا طاحت العماره راه ما عقل علينا حتى شي واحد، راه غادي نبقاو في الزنقه متشردين كما كنشوفوا ها ولادنا متشردين في الزنقه. فالله يخليكم ما نقدروش ندخلوا للدار، الدار العماره كامله مشقوقه وراه الصور خير دليل على ذلك. اللي كنطلبوا على ان من السلطات يجيو يحضروا معنا هنا ويشوفوا المعاناه اللي كيعانيوا. وهذيك القناه اللي كتقول على ان عطوا الايواء للناس، ها الايواء اللي عطاونا الناس، احنا جالسين في الزنقه، احنا ولادنا، احنا جالسين في الزنقه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.